السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتاتي، جيت نقدم معكم اليوم واحد السفة. يا سلام، السفة تاعت القمح، السفة تاعت القمح راه كدير أخوتي أخواتاتي عند مالي المحلات 20 درهم. هاي هاي أخوتي أخواتاتي، هاي أنا راه كندير لها الزبدة في الأول. هاي شتي أخوتي أخواتاتي، الزبدة كنديرها لها في الأول، ندير لها الزبدة وشوية الزيت ديال الأرقان. هاهي أخواتي أخواتاتي، يلا شاهدوا معايا البنات، تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر إن شاء الله. هانتوما هاهي هي راه مكتبة لا في باكية لا في حتى شي حاجة. سمعتوا البنات، راه كتباع غير في الكيلو، في سميتو غير في بلا بار. عاد تمشيو عند مول الحانوت، عند مول الهري، مول الدوغري، مول الدوغري اسمحوا لي، عاد تمشيو عند مول الكروب وقول لي عطيني السفة تاعت القمح، راه كدير 20 درهم. هانتوما اخواتي اخواتاتي، شاهدوا معايا هانتوما السفة دابا كيفاش كندير لها السفة. شاهدوا معايا اخوتي اخوتي اخواتاتي، شاهدوا معايا الكسكاس، ها هو دابا طرح الضو القدرة اخوتي اخواتاتي. ها هي هاد السفة كنخويها هنا، هانت هاد الماء كنخويه طايب على هادي. هانتوما اخوتي اخواتاتي، شتي اخواتاتي انتم اخواتي. هز اخواتي اخواتاتي تاني كنعملها هادي ثاني كنخويها فوق. هاهي كما تطفور، هاهي السفة كطفور هنايا، شتيها هاهي هنايا، تابعو معايا تابعو معايا الفيلم، تابعو معايا الفيديو. هاني رجعت معاكم السفة لي بديت معاكم قبيلة، قلتلكم السفة تاع القمح. هانتوما أخوتي خواتاتي، هانتوما المشاهدين ديالي، أنا كندير لها الزبيب الأكحل. ايوا كندير لها الزبيب الكحل البلدي طبيعي ديال سميتو اخوتي خواتاتي، شتي كنديرو هنايا فور مع الفرات الثالثه، والله الفرات الثانيه كلها واش كيدير في الصفه
كاين اللي كيدير الفوره الثانيه، كاين اللي كيدير الفوره الثالثه. انا كندير لها غير جوج هذه تاع القمح، جوج اللي كندير لها خوتي خواتاتي حتي. الزبيب ديال البلدي راه زوين، كيساعد، راه مزيان للمعده، مزيان للمصران، مزيان للهشاشه، مزيان للقلب، مزيان الطونسيو الى طيطيح، مزيان لكل شيء خوتي خواتاتي. يلا شاهدوا معايا حتى للتقديم ان شاء الله، يلا شاهدوا معايا خوتي خواتاتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا جيت معكم لتقديم السفه ها نتوما خوتي خواتاتي، كندير لها ارغان. شتي ارغان دابا يا ستي الارغان، شتيها كنسقيها بالزيت ديال الارغان نتوما خوتي خواتاتي. هذا الزيت ديال الارغان، تابعوا معايا من الاول حتى الاخر. اخوتي هادو معايا طيب الزبيب البلدي، شتي الزبيب البلدي ديال الطابي كنصايبوه بيدينا هذا، وكيتباع حتى في الحوانت ماشي تما خوتي خواتاتي. يرى السفه ديال القمح هادي كاينه واحد السحر، واحد باش تشوفوا تما خوتي خواتاتي هانتوما. هادي السفة شوية مختلفة على السفة. شتي الزبيب هذا البلدي، هذا خوتي خواتاتي هو هذا اللوز والقرقاع واللوز والقرقاع وكاوكاو هذا. هادو خوتي خواتاتي، هذا اللوز محمر، هذا اللوز مطحون محمر، حمرته بزاف تاع ولا شويه احمر هكا شتي خوتي خواتاتي. ها هي مازال اللعبه السحريه هي. هادي شناهي تقول لي شناهي؟ هادي اخوتي خواتاتي النخولة تاعت القمح، شتيها تي النخولة تاعت القمح. كنديروها على السفة هكا باش ما تضرماش، النخولة محمرة هانتوما اخوتي خواتاتي، شتيها النخولة محمرة، هي حمرتها في المقلاة هي. غادي اخوتي خواتاتي الصفة بأركان وبالمخالط القمح، السلام عليكم اخوتي خواتاتي هانتوما مرحبا بكم عندي هانتوما. هاي الصفة دابا هي تقديم الصفة، هي
خوتي خواتاتي، راني صايبتها لكم اليوم مختلفة على السفال. السفال اللي هي بارغان ونخالة القمح، سمعتوا؟ انا دهنتها في الاول بشويه الزيت كما وريت لكم، بشويه الزيت، شويه ديال الزيت والزبده، وفي الاخير درت لها ارغان، زيت ارغان ونخالة القمح. مختلفه مره، مختلفه خوتي خواتاتي، مختلفه على سميتو. والزبيب الحمر، ها هو الزبيب الحمر، شتيه الزبيب الحمر؟ الكحل، الزبيب الكحل هذا خوتي خواتاتي طبيعي 100%. وهذه السفه من القمح مختلفه شويه باش ما تضركم، راه ما تضر ما حتى شي حاجه اخوتي خواتاتي، هذه راه ما تضركم ما حتى شي حاجه. زيت ارغان وبالزبيب وفيها نخالة القمح. مرحبا بكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.